دخول الفريقين الى ارض الملعب. طرابلس جاهز وحاضر ايضا. العهد بجهوزيه كثير كبيره اليوم من دون اصابات. العهد اليوم راح يخوض هالمباراه بالوقت. الكره بتتحرك بعد صافرة جميل رمضان. الكره بتتحرك وسط الملعب مع ريمي. ريمي ممكن يسدد او يلعب كره عرضيه. بمر ريمي، يا سلام ملا مرور، بيلعب كره اماميه، انما الكره بتنقطع باللحظه الاخيره. مع الكره بتتنفس بشكل قصير، تسديده مباشره باتجاه المرمى. محمد حمود بيخلص، بيحاول يمر احمد زرق، بيحافظ على كرته، بينتظر زملائه، بينتظر حسين الزين بالوقت اللي بيلعب كره عرضيه. يا سلام يا ايهاب المساكني. قائد الفريق عباس عطوي بيلعب كره مباشره. فاعول بحس عن لاعب بيلعبها لعند اونيجا. اونيجا تمريره ولا اجمل لعند ريمي، ممكن تسلل، ما في تسلل ابدا، الكره خاطئه جدا. ريمي 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 جول مجددا. ريمي اديكو عم بيكون اللاعب الحاسم مجددا. ريمي اديكو عم بياكد انه الهداف. يا سلام يا سلام يا احمد زريق، يا سلام يا احمد زريق، يا سلام يا صاحب الرقم 11. احمد زريق يكفي الكره داخل ارض الملعب، ولا زالت الكره داخل ارض الملعب. احمد زريق عمل هجمه مرتده ولا اروع من اونيكا. اونيكا اونيكا باي طريقه كان عم يسدد الكره، انما الكره بتوصل لعند ايهاب المساكني. المساكني لك مثلا 2-2-2-2-2-2-2-0 للعهد. لا، عهد اقدامه على منصه التتويج. العهد عم يحرز النقاط الثلاثه بمواجهه طرابلس.